ونسأل أحد من اليهود من أفضل الناس فيكم. بسنج جن صوب ورحمة نحن خنم بوء جهود تا يسوق تا ننا دا له لا يستطيع أن يقول إلا أن أفضل الناس هم الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. بوكيمان أشلاي بانتي لوطرات كشلايتها نقدله الأنو كذي نقدل نوتي موي ركوا نقدل تون ركدل تام نبي موسى عليه السلام. ولو نسأل أحد من النصارى من أفضل الناس ما استطاع أن يقوله إلا الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام. هاي بسند يسوع نقدر كان سنا كريس حتى نقدر له الأنو كي بركاتي من أشلاء بانتي له له تاكي أشلاء تا نقدر له الأنو كي نقدر دا صاحبة من عيسى عليه السلام. إذن في الدين الإسلامي من هم أفضل الناس هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم. بشنو داي نخنوم ساسنا إسلام تا نونا جينة دا له الأمنو نخنوم جمناو بوجين كي جينة دا صحابة ربا نبي صلى الله عليه وسلم.